في إطار برامج التوعية المطروحة من وزارة التعليم وتماشياً مع سياسة التشبيك بين المؤسسات الحكومية وبالتعاون بين قسم النشاط بمستشفى غدامس العام والمركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع غدامس وقسم الصحة المدرسية بادرة الخدمة الاجتماعية، استمرت برامج التوعية الخاصة بمحاربة مرض نقص المناعة المكتسبة الإيدز لعدة أيام بإقامة معارض متنقلة بالمدارس الأساسية والثانوية بالمدينة. قسم النشاط بمستشفى غدامس قام بإحياء اليوم العالمي للإيدز تذكيرا بهذا المرض الخطير وتوعية للناس وتذكيرهم بأعراضه وخطورته وكيفية الانتقال وكيفية التعامل مع المريض. البرامج هدفت إلى التعريف بمخاطر المرض وإقامة محاضرات توعوية بالإضافة إلى إقامة مسابقات تركز فيها الأسئلة على حيثيات المرض وطرق العدوى وكيفية محاربته. اليوم العالمي لمرض المناعة المكتسبة في الإيدز، اليوم طبعا اختتموا الحملة التي شملت مدارس التعليم الثانوي والإعدادي بمراقبة تعليم غدامس في إطار التعاون بين مستشفى غدامس العام وقسم الصحة المدرسية في إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية. واستهدفت هذه الحملة أكثر من 400 طالبا من كافة المدارس، تم تزويدهم بكم هائل من المعلومات عن هذا الداء الفتاك والتي ستساهم في رفع كفاءة التوعية لدى الطلاب والحفاظ على صحتهم من جميع الأوبئة والأمراض المعدية.